ويحبه البرشا. عبد الرحمن الغامدي ليكمل دراسته بالانتساب إدارة أعمال، لكنه يحاول الآن إدارة هجوم الاتحاد بجانب مختار. ضربة ركنية عرضية في المرمى، صاح النمر وردد الملعب اتحاد، صاح النمر وردد الدوري يا عميد يا عميد. جابوها بالراس، جابوها بالراس، هي ما تطلع من راسهم ابدا ابدا. راس العميد ترتفع وتتطاول الى قمه الجبل، قمه الجبل اللي جابها زوكالا. زوكالا هو الاطول والاجمل في هذه اللقطه، طويل واجمل، طويل واجمل، بيكملها بالراس، بيكملها في المرمى. الاتحاد ينفجر، الاتحاد يصل الى مرمى مارد الجنوب. الله على هذا الملعب، على هذا الجمهور.